أول فيلم رعب جزائري يدخل السينما الجزائرية للمخرج عمر زغاد. الفيلم يحمل عنوان ميم التي تنسب للثوب الخاص بالمرأة الجزائرية. فيلم هذا ميم، يعني بزاف الناس اللي سقسوني يقولوا لي على تويتر ميم وسي كوا على درتو ميم. ميم سي باسكو الا جات لا توني كاينه اون توني تراديسيونيل ملايا، سي بور سا ما حبيناش نحطو ملايا درنا ميم. ويروي هذا الفيلم حالة رعب كان يعيشها العديد من الاشخاص داخل مغارة مظلمة وبها شبح لمرأة. العرض الذي قدم بقاعة المجور بالعاصمة ولأول مرة عرف حضورا كبيرا للجمهور، حيث استحسنوا نوعية هذا الإنتاج السينمائي. أول مخرج يقوم بهذا العمل في هذا الستيل هدايا حاجة تشرف، حاجة مليحة. لازم المخرج هذا والممثلين شباب نشجعوهم بس تجربة من نوعها هنا في الجزائر، لتكون هذه الخطوة فرصة هامة للتعريف بالسينما الجزائرية ومدى قدرتها في الإبداع الفكري والفنية الخاص بالسينما.